المشكلة التي ابتلي بها الاخرون من اليوم الاول من اليوم الذين قالوا حسبنا كتاب الله والى هذا اليوم احنا لا نعلم يجب ان نرجع الى العالم "ولا تعلموهم فانهم اعلم منكم" ولكن كيف ياتي الى باب هذا الرجل؟ ليش يقول حسبنا كتاب الله؟ لانه لا يريد ان يخضع لمن عينه الله هذا مرتبط بالوحي هذا مرتبط بتلك المعادلات الغيبيه ولذلك يحكم وفق تلك المعادلات الغيبيه هذا مرتبط بالوحي او مرتبط بمن يرتبط بالوحي ما يريد يخضع ولذلك يضطر ان يحكم وفق معادلات ظنيه رئيس المستشفى طلعوه الدكتور طلعوه الجراح المعالج طلعوا جيبوا واحد قروي من الصحراء الطول كل هذا المستشفى شو يسوي؟ اذا يريد يحكم بمعادلاته الظنيه الناقصه شلون يحكم؟ ما يقدر يحكم ليش ذلك الرجل لا يخضع للامام الصادق صلوات الله عليه ونحن ونحن نعيش في هذه الايام ذكراه هذا الشهر شهر شوال شهر الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه في بدايته ذكرى هدم قبره وفي نهايته ذكرى وفاته ليش؟ لأنه لا يريد أن يخضع لهذا الرجل الذي عينه الله. زين عندما ما يخضع مضطر انه يحكم بمعادلاته العقليه الفجه. ياتي ذلك الرجل الى الامام الصادق صلوات الله عليه. الامام صلوات الله عليه يساله: كيف تحكم؟ انت فقيه اهل العراق. قال انت فقيه اهل العراق قال نعم بكل قوه كان واحد اخر الامام الصادق صلوات الله عليه قال انت فقيه اهل العراق او مفتي اهل العراق قال هكذا يقولون ولكن هذا الرجل يقول نعم بكل قوه زين انت اذا فقيه اهل العراق كيف تحكم قال احكم بكتاب الله، كتاب الله موجود. سين. اذا شيء ماكو في كتاب الله، كيف تحكم؟ احكم بسنة رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. اذا شيء ماكو في كتاب الله ولا في سنة رسول الله، لان هذا الرجل يقول لم يصح عن رسول الله الا ستة احاديث فقط. اذا سته احاديث كيف تستخرج مئات الالوف من الاحكام لتنظيم الحياه البشريه قال باجتهاد الراي اقيس قياس القياس في الطب صحيح يمكن واحد يقيس في الطب لا يمكن واحد يقيس في اللغه لا يمكن واحد, يقيس لا يمكن واحد يعيس يقيس في العلوم لا ولكن في الدين لا مانع قال جيد انت تقيس اخبرني في نظرك الصلاه اعظم او الصوم الان اذا يطرح علينا هذا السؤال الصلاه اهم او الصوم اهم ماذا نقول الجواب لا نعلم لان احنا مو محيطين بالمعادلات حتى نقول هذا او ذاك إذا أخبرنا الصادق لأنه مرتبط بالوحي أو بمن يرتبط بالوحي نقول لا إشكال قال لا الصلاة أفضل قال الإمام الصادق صلوات الله عليه لذلك الرجل إذا الصلاة أفضل فلماذا المرأة إذا اضطرت شرعا إلى ترك الصلاة لبعض الأعذار لا تصلي ولا تصوم ولكن بعد انتهاء العذر تقضي الصوم ولا تقضي الصلاه اذا الصلاه اهم من الصوم كان المفروض تقضي الصلاه مو انها تقضي الصوم قال لا اعلم قال له اخبرني القتل اعظم عند الله المشكله هذه الكلمه عند الله هذا دين الله احنا ما نعلم المعادلات الموجوده في تلك العوالم الغيبيه القتل اعظم ام الزنا قال لا القتل اعظم القتل واضح اعظم من الزنا قال الامام الصادق صلوات الله عليه اذا القتل اعظم فلماذا اكتفى الله في اثبات القتل بشاهدين بينما لم يكتف في اثبات الزنا الا باربعه شهود قال لا اعلم قال اخبرني البول اقذر ام المني قال البول اقذر قال الامام الصادق صلوات الله عليه اذا كان كذلك فلماذا لا يغتسل من البول ويغتسل من المني؟ قال لا اعلم، واني تائب الى الله مما انا فيه، قال الامام الصادق صلوات الله عليه: كلا ان حب الرئاسه غير تاركك، حب الرئاسه ما يخليك، ومشى على هذا الخط ومشوا خلفه وراء هذا الخط